حياكم الله في حلقة جديدة اليوم برنامجكم برنامج طارق شو. منورين معنا وشكرا لكل ما رسلنا على الواتساب. الخبر الأول والدراسة عندنا تقول هذه دراسة حديثة طبعا تكشف العلاقة بين المبالغة في التفكير وطول العمر. تقول لكم الدراسة أن المبالغة والأكثر في التفكير يجهد العقل ويقلل من بروتين ريست اللي يعمل على تهدئة الدماغ. يعني تقعد كل يوم الطقة هو جيس ساعة ساعة ونص عرفت معناه يقصر عمرك وجسمك يصير مجهد وعقلك مجهد لأنك تفكر كثير فمعناه ما انت بمنجز شيء ولا انت بهادي بيجيك أرق يجيك قولون يجيك مدو ولا انت بصلح شيء. طيب ريست ذا البروتين يعني ما ينباع في صيدليات نضرب في ذا الريست و تزين امورنا. الشعب كله يبي الهواجيس فينا الهواجيس احلى هواجيس في الدائري والله انا الفتره الاخيره ترى ما عاد انتبه الاشاره خضر لين يضرب لي وراي بوري طقه الحاله اوصل يا رجل هونغ كونغ وارجع وشان كذا والله ظللت سيارتي شوي لانه بعض الايام يعني يحسبوني مهبول سولف دق مع نفسي التفت تلقى واحد يقول كذا فواضح ان طول العمر عندي يبغالي احل الموضوع. دراسه يجب اعتبار الوصول المجاني للانترنت حقا انسانيا. يقول لك يجب ان يكون اعتبار الوصول المجاني للانترنت حقا انسانيا معنويا لان الاشخاص غير قادرين على الوصول للإنترنت يفتقرون إلى الطرق ذات المعنى للتأثير على القوى للشكل. المهم الدراسة ذي معناها أعطونا النت ببلاش وهم صادقين لأن الآن إحنا صرنا اللي ما مع نت يورط وفي ناس ما عندها قدرة تشترك بباقة وش يسوي؟ أول كنا نروح إحنا مقهى إنترنت ونركب ذا السماعة نطلب شاهي لا ويجبرونك الشاشة كذا لأن طاولاتهم رخيصة فتصير كذا طول يومك عشان تشوف الشاشة تحت تطلب شاهي يجيك بارد والمشكلة عشان سنة شات قلوب شات جرح ياهو قروب زمان طبعا ياهو قروب ذا اللي يشخص علينا لأنه عارف إنجليزي للأمانة يعني كان وانت تتكلم في المايك لان ما بينك وبين جنبك الا ستاره طبعا. واحلى شيء في مقهى انترنت انك تجي تروح على الدي تشيك على الملفات وش فتحه اللي قبلك يمكن واحد داخل شيء يطيب ما تدله انت سوالف فاصل حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم قضيتنا قضية موضوع نسائي المفروض احنا ما نسولف فيه كثير بس انه مهم ان نوعي لانه قاعد يخرب بيوت لان في شباب ما يفهموا الموضوع ده. الوحام عند المرأة شيء علمي ترى مو بشيء مخترعينه من روسهم الحين وتبي الفكة. يقول لك في الوحام تشتهي اشياء غريبة وممكن في نفس الوقت ريحتك ما تدانيها ما تداني ريحة مدريش فتكرشك من البيت وهذه ترى حلوة إذا جاء وحامها عليك. ترجع بيتكم 5 الفجر وتمشي 5:30
الاستراحه بلوت، تبي تطلع البر، تبي تفل امه وقتك، وانت تعال كذا تقول لك هذه ريحتك قذر يا شيخ. ابشر ابشر انت لي طقلتي ها ريش. السلام عليكم، 6 ايام لا تجي بيتكم. طعم حلوه ذي. او ممكن هذه الشين اللي جاي دوخه وغثه ويودي مستوصف يجيب مستشار الله يعينه. يعني سبحان الله في كذا وفي كذا. بحثنا في بعض المقالات شفنا صور اشياء غريبه صراحه، انهم يشتهون هالحوامل. يعني يقول لك في حوامل يشتهون اكل الفحم، ونفس الكلام يشتهون المويه بالخل. جيبك مويه تنقع فيه خل وتشربها، ومعجون الاسنان ما غلط تشفط معجون الاسنان شفط. وفي غيره يقول لك ياكلون ثلج. يعني في نوعيه في امريكا هذه يقول لك في مقطع فيديو، خلينا نشوف خلينا نشوف كتب اشرحه. See the white part, that's the good part because it's a horse. And then before I start to chew it, I'll smell the correction fluid. هذا لا قالك مزاج تاكل ثلج وتشم طامس. هذا حتى مما فكر فيه ما ادري كيف لقطتها مع بعض. يقول لك في كينيا نفس الكلام يتوحمون ياكلون الحصى. في مقطع فيديو شوف. The next time the craving hits, women would be better off giving up the rocks and choosing carrots or fruit to crunch on. ينباع تروح تاخذ بالكيلو حصى نقيه زي المستكة. ها؟ لا مش تقرقع بطنك. يعني احمد ربكم ما شفتوا شيء. خاصة المتزوجين ما شفتوا شيء. ولا تخيل تخلع حرمتك ثلج وطامس. وين؟ وين؟ هذا والله النكبة صدق. طيب في تغريدة المستشار السري. خلينا نشوفها. يقول لك عدم مؤاخذتها في كثير مما يصدر عنها من أقوال وأفعال خارجة عن إرادتها، أن توخى ضبط النفس والصبر، أن يتفهم وضعها وظروفها النفسية، أن يدعمها بالحنان والمشاركة العاطفية، أن يوفر ما تحتاجه من أطعمة التي تشتهيها من أمك. حلوين؟ هذه الأشياء اللي ممكن تسويها أنك تساند زوجتك في الوحام إذا ما كان نوع اللي تكرشك من البيت. يعني نتمنى أن كل الوحام يكون كرشة من البيت اللي ريحتك تكون من زينة توحم على ريحتك. فسعيد هذا الرجل اللي يمر بالوحام هذا. لا تقطع عليه. نطلع فاصل. لا لا مو بدا مو بدا. حياكم الله معنا في حلقة بعد الفاصل. قصدي ترى ضيعت عادي ضيف ترك الجازع لازم نضيع. نورنا والله. نور نورك حبيبي. كيف الحال؟ الله يعافيك. عسى ما نقدت علينا الفضايح اللي قبلكم. ما ادري عنك. كيف امورك؟ الله يعافيك. عندي سؤال. كيف كانت بدايتك؟ والله بدايتي بسيطة. انت تحضر استراحات ديراب سامري وذا؟ عادي اي مكان. طيب بعدين؟ متى عطوك وجه وخلوك تمسك مايك؟ لأنه في صفة فطاح له قبلك. أكيد. متى؟ والله
لما الإنسان يشتغل على نفسه صحيح يشتغل على نفسه كويس بيلاقي الناس اللي توجهها بيلاقي الناس اللي تدعمه بيلاقي الناس اللي حلو طينا يعني ما قد شبوا عليك أسحبوا منك المايك قالوا وخر لا الحمد لله ما قد حصل لي موقف ذا أبدا الشباب يقولون سبحان الله متغير في الشمال يقول ما يعرفون كله بكابات أي والله لا لك صور شيء بكاب يقولون بذ الكابات الجديدة نلقى عند ترك يدخل وشوف عندك إيه ها أوكي حلو خلوا لا تفصلون إيه خله جوالك سايلنت ليش أدور عليه مدخل لا لا عاد أنت حق لك ما يحق لغيرك صراحة لأن المخرج ثلاث مرات غير المايك حق الصوت أول مرة غيروا بطاريات تون دير مايك بطاريات حقنا السماعة من ست سنوات نقولهم غيروها ما حركوا ولا معك لا إله إلا الله وش الدلع اللي مدلعينك استحل 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 ما أعرف يستحل طيب عندي سؤال اللي بعد قرار اللي سمعناه قبل كم من يوم عودة حصص الموسيقى في التعليم يعني تشوف ترك الجازع في يوم من الأيام مثلا وكيل مدرسة وماسك الفرقة ماسك الطابور الصبح والله ما سامري والله ما يندر ممكن يعني إذا جاك ما عندك مشكلة ما عندي مشكلة طيب وش تشوف نفسك وكيل مدرسة ولا مدير ولا مرشد طلابي ولا والله لذي ولذي ولا لا أجي حلقة الطرب أضرب الباب طيب نشوف فيديو تشوف الهب شلون سوى هذه طبعا من الحفلات اللي قدمتها انت شاركت في ليالي العيد وشاركت في ليالي النغم الاصيل وهذه في مركز المكفاة الثقافي كيف شايف الجمهور والله الجمهور جميل جدا يعني توقعت ان لك جماهيريه يعني صدموك ولا تحس انه اعطوك حقك يعني تحس والله الجمهور طبعا هو نص نص معوية هو نص في ال مدري شو أقول لك يا طارق لكن ما صدم صحيح الحمد لله واثق من جماهيري وده واثق من الناس الحمد لله رب العالمين ما انخبصت شوي لا ما في ذيك الخبصة الخبصة هي الوقفة على الستيج بس هي الخبصة طيب أبى أسألك كيف تعامل مع المعجبات والله أنا ما كل المعجبات صحيح إيه والله صحيح واحدة قالت تركي أنا موت عليك وغنيك دفة موال في زفة صار نبي نعلم ولدنا حمادة لا والله ما قد حصل الموقف صحيح تحصل لكن ما أحب أن أتفاداها يعني ما أحب أني تنحش يعني مركز في شغلك إيه نعم حلوين طيب نبي نسمع شيء ثالث كذا لحالك يعني شيء سمعكم حاجة النوال لأن نبي نكسبك صراحة نبي حنا نسمع أكبر قدر طفشنا من كثر ما عيد أغانيك في اليوتيوب نبي نشوف لايف أفشل بصور بروح وما بقى وياك بقى وياك خلاه وعزت نفسي رغم الحب رغم الحب قالت لأني كنت لك نعمة من الله عليها ما حمدت الله وزالت نصحتك حبي قلبي لا تعله وغلطاتك مع الأيام تولى نصحتك حبي قلبي لا تعله وغلطاتك مع المدة تولى عسى يسلم من اللي صار كله كثير دموع أداريها وسالت كثير دموع أداريها وسالت فروح وما بقى وياك بقى وياك خلاك
الله عليك حبيبي. الله عليك، كيفك مع التلحين؟ والله ماشي حالنا. ممكن لحنت الموضي؟ نعم. ومن غيرها؟ بس هذا اللي لحنت الموضي، لحنت لي، لحنت لنفسي ايه كذا اغنية. تشوف انه اريح انك تلحن نفسك، فاهم وش تبي وعارف وش تبغى؟ والله مو كل شيء تلحن نفسك، اكيد دبروه في نفسك. كلماتي والحاني وغناي. لكن جميل اذا كان روح وعده، هذا شيء جميل. طيب عندي سؤال نبهني اياه تركي. يقول تركي دائما الفرق حقين السامري ان يكون في مراحل قبل لا توصل مطرب، يعني ممكن فتره تمسك مصقاع، فتره تمسك زي، ولا انت طبيت على طول مطرب؟ لا انا ما في شيء اسمه طبيت على طول. ايه قل لي وش المراحل. ايه لانك تنحشت عن السؤال الاول وجبت المعلومه صح، انا دورت الكلام. لا ما في شيء، يعني في السامر ايه؟ انا بديت من السامر صحيح. حلو. بديت في السامر، بدينا في الطرب، بدينا في الى انت عم مغري، وصلنا للمرحله هذه اللي احنا فيها. يعني مسك تزير مصقاع ما فيها شيء عادي الان، ما عارف ما في شيء، هذه بالعكس انك تزيد خبراتك. نعم تعرف تسمع ذا صح ولا غلط وذا صح. كيف الشباب؟ الشباب جميلين جدا. ترى والله جدي انا، يعني ترى دائما يفشلوننا مع حقين السامي، مع المواهب خذ يشخصون عليهم. لا جاء واحد ثقيل ورطوا. لا الشباب فيهم الخير والبركه، الشباب ما يحتاج. لان شو تسلم على تركي وبلال اشتغلتوا مع بعض، ما يحتاج، كلهم اخويانا. اخويانا كلهم بس. طيب نبيك تغني أغنية مطلوبة صراحة من الشباب، أغنية شيرين. اللي هي اللي هي اللي حبيته بيني وبين نفسي، ما قلتلوش علي بنفسي. والله ما قدر أن المصري والله يا طاري. طب خلنا نجرب. جرب هنا في السجن. صدق ما قد غنيت مصري ليه؟ والله ما قد غنيت مصري صحيح. ما قدرنا نفسر صح. عراقي اكيد. عراقي انا عراقي. طب ليش معنى مصري؟ ما ادري، يمكن اللهجه شويه. طب قد غنيت مغربي انا ما نويت افراق؟ لا والله عنصري انت. لا مو عنصري. انا غني اعرف انا بلاش. يعني انت جوك سامري خبيتي. طب وش عطنا، ابغى ودي اسمع شيء غير الجو هذا اللي يعني غير السامري غير خبيتي. وش عندك يعني اغاني ممكن نسمعها ما دام شيرين وعيت؟ وش في ممكن نسمع؟ والله ما ادري ايش تبي نسمعك يا طارق. نبي شيء على ذوقك انت، بس بعيد عن جو تركي الجاز، يعني اختيار لك. يعني سمعكم ولعتني. ايه ممكن خليتني اشد الناس. شرح. ولعتني وخليتني انشد الناس، فضحتني ما بين ربعي يلدني، ويا صاحبي من عقبك البال بالحاس، اصق بكف الكف واشكي من البيت. اله لا تحسب ان الصد والهجر لو ماس، لا تحسب الصد والهجر لو ماس، ترى الخطا مجروح بين المحبين. اسقيتني مر العذاب بالكاس، اسقيتني مر العذاب بالكاس، حرمت عيني لذة النوم يا زين. الله ولعتني وخليتني الله عليك. أنا ترى اليوم طربان رايق. أبسألك أنت ليش مقصر في السوشيال ميديا، في السناب، في الانستغرام، في المواقع التواصل؟ والله بيني وبينك توني الآن أشتغل على نفسي صحيح. توني أنا أشتغل على نفسي صحيح، أشتغل على نفسي، أنا أشتغل على السوشيال ميديا، توني أشتغل
يعني أول كنت بس فعلة أكيد بدأت تركز العب بدأت تركز نعم. إحنا بنحط سنابك وشو عندك غيره؟ عندك سنابك؟ في إنستغرام في كل شيء. السناب الشباب حطوا إنستغرام وبيحطون السناب بعطيهم السنابك يحطونه بعد. يعني صراحة جوك جميل في الطلب. حبيب. ولازم ذا الناس تشوفه يعني حفلة صورت حضرت ذا إنه حلوة تشاركهم اللحظات ذي. طيب بالنسبة للإعلام أنت مطنش الإعلام ولا هو مطنشك وش السالفة؟ والله تو الإعلام وتو يعرف الإعلام وتو الإعلام يعرفني. بالله يعني توك مركز. صحيح نعم. حلو ساعة مباركة والله. الله يبارك فيك. وحنا نكون يعني اللقاء إن شاء الله إنه لو إنه الظهر ما عندي مشكلة ترى قاعد ونترك خبرة في الظهر. ورونا الفيديو. شيلوا معي يا أهل الواد. شيلوا معي يا أهل الوادي ما قلت لازم تشيلونا ما قلت لازم تشيلوا شيلوا معي زين الانشاد هنا مصحينك النوم على الاستديو على الاستديو على طول الساعة 10 احد يغني يشيلوا الله يهدي مدير اعمالي هو اللي الناس مداومة الساعة 10 الصبح ذا يغني يشيلوا معي أهل الوادي وش المسكة؟ بس كان جو حلو يعني اللقاء في الأخير. نعم. بس إنك يعني عادي تقوم الطربان على طول ما عندك ما عندي مشكلة حد. أنا غني وأنا نايم ما عندي مشكلة. طيب كيف الزواجات معك؟ ماشي حالها. قد سحبوا عليك بالفلوس أحب دائما هذا السؤال. لا الحمد لله. ما قد صار فيلم في زواج. ما في فنان قد ما مر في المشكلة هذه أكيد كلنا مرينا المشكلة هذه لكن شيء طبيعي تعتبر عثرة من عثرات ال يعني ما قد صار مضاربة مثلا لا ليش مضاربة ليش ما قد صار فلان حق ما أعطك حق يضرب ضرب الرب عليك طيب متى ناوي تعتزل والله ما أدري يعني كذا حاط لك عمر افتراضي يعني بعد يعني تقول لي اوصل 60 سنة أران اخذ لي جزيرة في سيشيل واقعد والله ما حطيت الفكرة هذه ببالي صحيح ولا بتروح الخارج جوك طيب استراحة بدراب علمنا وين يعني وش مخطط عليه قدام المستقبل والله ما خطط للحين صحيح ناوي تنزل منيو ألبوم ناوي تسجل ناوي تسوي على نفس الشغل وش ناوي يعني لا ان شاء الله نشتغل في الشغل زي الناس ان شاء الله نزل ألبوم ألبومين شيء حلو مدير اعمالك جيد اكيد هو اللي جالس هناك دوما تلتفت اي نعم الله رقد في نص اللقاء تقول لي جيد ما يصلح يا كابتن صحصح معنا كرة قاضينا تقول ذا الكلام وانت راقد ما في شيء عدى شيء تمام اوكي يعطيك العافيه نورتنا تركي نورك حبيبي والله سعدنا فيك والله وانا سعد حبيبي والله ونبي نقفل الحلقه كذا باغنيه انا سعيد شيلوا معي اهل الوادي بس يلا اخترت اغنيه ثانيه انت تبينا نقولها قلنا لا اي والله قلوها خلاص نقولها ليش ما نقولها والشباب ترى رهيبين ترى يعجبونك على الخط يوم جانت الاغنيه مدحهم شيلوا معي يا أهل الوادي شيلوا معي يا أهل الوادي ما قلت لازم تشيلونا ما قلت لازم تشيلون شيلوا معي زين الانشادي شيلوا معي زين الانشادي خويكم لا تخلونا خويكم لا تخلون شيلوا معي يا أهل الوادي شيلوا معي يا أهل الوادي ما قلت لازم تشيلونا ما قلت لازم تشيلون شيلوا معي زين الانشاد شيلوا معي زين الانشاد خويكم لا تخلونا خويكم لا تخلونا
ومقعدي مع صاحب كحل عيونه، مع صاحب كحل عيونه، مع صاحب كحل عيونه، مع صاحب كحل عيونه.